جماعات وقفوا مع بعض تضحك أقوى تيار بتاع مويه بنفس النهج ده. الناس بيقدروا كمجموعات بعقل جمعي موحد ومتفق أيا كان العدو، طبيعي أو صناعي أو طرف ثالث أو عدو مسلح، طالما احنا توحدنا وشلنا وسائلنا بتاعت الدفاع بالحد المعقول احنا ممكن نقيف ونحمي ديارنا ونرجع ونقول بصوت واحد ان احنا عايزين نرجع نبني بلدنا. حاجة دي ما بينفع في صوت واحد، لازم يكون عقل جمعي بيحرك الناس متفق عليه، كل الناس بصوت واحد ترجع تبني البلد. ما في زول حيستحملنا اكتر من كده، ما في بلد حتفتح لنا احضانها وتعيش معانا الى ما يشاء الله. برضو الناس دي يعني لو كان حبيبك عسل ما تلحسه. دول استضافة السودانيين في المهجر فترة وإن طالت لهم الشكر الجزيل، حد هنا كفاية. لابد من أننا نرجع لمربعين يكون في صوت عقل ونحن مع بعض نرجع ونقوم نقول بصوت واحد وعالي إحنا ما عايزين حرب، عايزين نقيف في مربع حفظ كرامة الإنسان السوداني. ما في كرامة بتجي بحرب، لأن الحرب زلتنا كلنا زلتنا. فأهل السودان لابد أن يجتمعوا على كلمة سواء يدافعوا عن أرضهم وعرضهم بصوتهم، إن لم يتمكنوا بسلاحهم بصوتك، صوتك واصل. إذا وقفوا مليون من القاعدين في فيصل أو مليون من القاعدين في غابة أثيوبيا أو مليون من الناس المهجرين، نحن 9 مليون مهجر خارج أرضه خارج بيته، إذا اجتمعوا على كلمة سواء إنه يا أخي نحن ما عندنا غير نكون وطن واحد، ما عايزين البلد يتقسم، ما عايزين صراع مع الآخر، نرتضي أن نكون سودانيين إخوة. اختلفنا مع بعض ما في مشكلة، اختلاف بيحصل حتى في الأخوان والأخوات مع بعض في البيت الواحد. نرجع للمربع بتاع الصلح والتسامح، نصلح ذات بيننا، لأنه ذات بين المكسور ده والحاصل منه الشجار بتاع الحرب ده إذا تصلح الوضع بين المتصالحين اللي بيقعدوا في بعض مع بعض في ترابيزة بتاعة اجتماع سابقا بيقدر يقعدوا تاني. كفاية موت. السودان واحد من الدول الأكثر حروبا على مر التاريخ في 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 أفغر غارة في العالم في إفريقيا. نحن في المركز الأول على مستوى طول الصراعات المسلحة في دولة. نحن فتنا سيراليون، فتنا رواندا، فتنا جنوب إفريقيا، فتنا عدد كبير من الدول التي يعني أفشلتها الحرب. مولين يقول نحن تحت راية الإسلام والدين الإسلامي، الدين الإسلامي دين سلام، دين تسامح. والغريب في الحرب السودانية الطرفين بيقولوا الله أكبر الله أكبر. يا جماعة ده دين، ده هيجي أجيال ما هيؤمنوا بالدين الإسلامي بسبب الحياة اللي احنا بنشوفها دي. ما نبالغ في الخصوبة وما نبالغ في العداوة، ده فجور. الفجور هو انه انا اصل مرحلة خط لا عودة في الخصوم وخط لا عودة في الغرارات انا باخدها. ما نفجر، نعين لأمهاتنا وأبانا الملاقين علاج اللي بيتشحططوا وبيموتوا في الصحراء وبالعطش وبالجوع ليه؟ عشان شنو؟ المكسب شنو؟ لما انت تنتصر في حرب وتقول ان حررتها من الخونة والمدسين والمارغين والميليشيات ولا غيره، الانتصار على جسس الأعزاء اللي فقدناهم نحن ما عنده طعم. لا الديار حيكون عندها طعم ولا الحيشان حيكون عندها طعم ولا القهوة والشاي اللي كنا بنشربه زمان في حوش البيت الواسع حيكون عندها طعم. عشان كده أحسن تقيف الآن الحرب دي ما تقيف بكرة، وتقيف الأسرع وقوفها هو الأحكم. السودان ده إذا بدأ بالخط بتاع حقك تاخده بالسلاح والانتصار بالسلاح وبحركة المدن، احنا اكتر من 130 حزب واكتر من 20-30 حركة مسلحة كلها ما رضيها ببعض.
لابد من انه يجي اليوم ان احنا بنتصالح فيه مع بعض وننبذ الفرقة والشتات ونقود الذات السودانية دي قدامنا، ونعرف انه احنا ما عندنا حل غير انه نرتضي الاخر ونتسامح معه ونشوف الجانب المشرق في انه ده بنو جلدتي شئت ام ابيت، قبيلته شنو قبيلتك شنو ما مهم، المهم انه احنا كلنا سودانيين، وان طال السفر لابد من العودة وبناء البلد والتصالح مع انه سوداننا ده نبنيه نحن بيدنا، وكفاية معيشة على قوت الناس في دولة ونختصم معاهم الدعم ونختصم معاهم العيش المدعوم والبنزين المدعوم والسكر المدعوم، حيصلوا مرحلة الأسعار عندهم حترتفع ونحن حنضر بالميزان التجاري بتاعه وحنؤثر سلبا في اقتصاده، فما لنا غير بلدنا. وأخيرا وليس آخرا، أنا بتمنى إنه الشعب السوداني يعرف يختار ما بين الهوان وما بين التصالح وبناء الوطن، نرجع بلدنا عزاز وأكرم لينا بلدنا. شكرا جزيلا، محمد عوضها. إلى اللقاء في لايف قادم، وبتمنى إنه صوتنا ده يصل لأكبر عدد من الناس ويصل بالصورة الصحيحة إنه إحنا ما مع طرف أو ضد طرف، إحنا مع الإنسان السوداني، والإنسان السوداني يستحق إنه يكون عنده حياة كريمة قائمة على مأوى واستقرار، وقائمة على دولة بتحترم روح حقه في الحياة، ده حق مش مكتسب، حق أصيل. وكل الأصوات اللي عايزة تستمع تترشح في البرلمان يا جماعة، برلمان ده ممكن يشيل 1000 2000 عضو، 1000 2000 عضو، كل رأس قبيلة يكون عنده من يمثله، وكل مهنة عندها جماعة أو عندها نقابة يكون عندهم صوت بيمثلهم، وكل كيان يكون عنده صوت بيمثله، وكل نقابة رسمية تكون عندها من يمثلها. دي كده إذا قلنا 1000 صوت، أي شيء بيمر عشان يحصل في السودان إذا مر عن طريق قبة البرلمان بالتصويت، طلقة ساكت ما بتضرب. قبة البرلمان واسعة وبتشيلنا، وأي زول عنده كلام يجي يقول في البرلمان والله أنا يعني عرضه للتصويت مع أو ضد، ما أفتكر إنه صوت العقل منعدم في السودان. السودان يمتلك رجال ونساء بعقليات وعندهم من الحكمة ما يعود بالسودان إلى مربع البناء والتنمية والازدهار، ينقصنا بس الصوت الواصل بالحكمة. أتمنى وحنكرر كلامنا ده وحنرجع تاني ونتناقش في إنه خيارات قدامنا كشعب سوداني الآن هي العودة إلى وطن واحد، وبصوت واحد نقول إحنا عايزين نبني البلد وعايزين نعود لمربع البرلمان أولا، ووداعا للسلاح، ووداعا لصوت العنف، ووداعا للقتل والتيه والتشرد والانتشار في الأرض. لا، بلدنا غالية وفيها كل المقومات بتاعت حياة كريمة لإنسان السودان، وبيكفينا وبيزيد وبيفيض لو قدرنا وصح. ختاما، وصلى الله أن يعم السلام على السودان، وأن يحترم السودانيين بعضهم البعض، ويبعدوا عن القبلية ويبعدوا عن الجهوية، وأن السلاح هو الحل، ده يكون آخر مآلاتنا وآخر أفكارنا، والعقل الجمعي يرتفع شوية. ما كل يوم نحن نصبح بفتنة، وما كل يوم نحن نصبح بحدة بتاعت انه كلمة تودينا وكلمة تجيبنا. ختاما، بشكركم جدا جدا، وبتمنى مشاركة البث ومتابعة القناة ومتابعتنا، على أمل إنه يكون صوتنا صوت بيرجح كفة العقل والحكمة للعودة للسودان، نبنيه ونعمره، لأنه ما في بلد حتحتضننا وتكون أدفع علينا من أرضنا. وشكرا لكل الدول اللي وقفت معانا واستحملتنا، ونحن آسفين جدا إنه احتجلنا عليكم. حفظ الله السودان، وحياكم.
حافظ كل روابط المحبة مع جيرانه ويبعد عن الفتن والنعيشة جيران متآخين ومتحابين دون فتن أو من أو أذى. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.